السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا بكم في فيديو النهاردة. النهاردة معانا دول آخر درسين في الوحدة الستة وآخر درسين في المنهج كله، وعندنا يا شباب نص ليسننج في الأول. وده من ليسون 5 من كتاب الطالب، صفحة رقم 61. Boy 1, my friends aren't talking to me anymore. أصدقائي ما بيتكلموش معايا دلوقتي. I feel really depressed about it. وانا حاسس باني مخنوق جدا من الموضوع ده. I don't know what to do. مش عارف اعمل ايه. Boy 2 بيقول oh don't worry about them. لا تقلق بخصوصهم. They are boring anyway. على اي حال هم مملين. You can find new friends. يمكنك ايجاد اصدقاء جدد. Boy 3 بيقول what's wrong خالد. ايه المشكلة يا خالد؟ بعد كده بوي 4 قال I am really worried about something. أنا الآن فعلا بخصوص حاجة معينة. بوي 3 قال tell me about it. What happened؟ طب قول لي إيه اللي حصل. بوي 4 I heard some bad news yesterday. أنا سمعت أو أنا تلقيت يعني أخبار سيئة امبارح. بوي 3 قال go on. It might help to talk about it, you know. استمر في الحديث، ربما يساعدك الحديث عن هذا الأمر الذي تعرفه. Girl 1, I think I am going to fail my exams. أعتقد أن أنا أرسب في امتحاناتي. Girl 2, well, you aren't the only one. مش أنت الوحيدة. I am doing badly too. أنا برضو أؤدي أداء سيئا. But I really want to get good results. Girl 1 يعني بتقول لكني بجد عاوز احصل على نتائج كويسة. I want to go to university and study medicine. انا عايز التحق بالجامعة وادرس الطب. Girl 2 قالت I don't want to go to university. انا مش عايز اروح الجامعة. I want to get a job as soon as possible and earn some money. انا عاوز احصل على وظيفة على فلوس. Have I told you about my plan to travel to America? هل أنا حكيت لكم عن خطتي للسفر لأمريكا؟ بعد كده المحادثة الرابعة. Girl 3 بتقول I am worried about my friend. أنا الآن بخصوص صديقتي. She's got a new group of friends and I think they aren't good for her. هي دلوقتي عندها مجموعة من الأصدقاء وأنا أعتقد إن هما مش كويسين ليها. Girl 4 قالت I see what makes you say that. أنا فاهمة اللي بيخليك يعني تقولي كده. Girl 3 قالت She just seems different. هي بتبدو مختلفة. She's not the same person I used to know. مش هي الشخص هو اللي أنا عارفاه. Girl 4 It's clear you are unhappy about it. من الواضح انك انت غير مبسوطة عن الموضوع ده. Can you give me an example of what you mean? ممكن تديني مثال كده بما تعنيه وتقصديه. Girl 3 قالت She isn't working hard at school anymore. هي مش بتعمل بجد في المدرسة. When I speak to her about it, لما أنا بتكلم معها عنها يعني عن المدرسة. She just laughs and says I am boring. هي بيدوبك بتضحك كده بتقول إن أنا مملة. That girl 4 قالت that must make you feel very sad. ممكن يخليكي تحسي بالحزن الشديد. من كتاب الورك بوك يا شباب عندنا نص ريدينج عبارة عن ديالوج ما بين مازن وماذر. مازن ومامته. مازن بيقول I had a terrible day at school. أنا مريت بيوم فظيع أوي في المدرسة. الأم قالت Tell me about it. اخبرني What happened. إيه اللي حصل. قال لها It was my English class. أنا كنت في حصة الإنجليزي. You see معايا. الأم قالت Go on. اتفضل كمل. It might help to talk about it, you know. استمر في الحديث، ربما يساعدك الحديث عن هذا الأمر الذي تعرفه. مازن قال We had a test and I was last in the class. كان عندنا امتحان وأنا طلعت الأخير في الفصل. الأم قالت That must make you feel very sad.
ده أكيد مخليك يعني حاسس بالحزن الشديد. قال لها it was so difficult، كان صعب جدا، يعني الإحساس والشعور صعب جدا. Mother قالت can you give me an example of what you mean، طب ممكن تديني كده مثال بما تعنيه. مازن قال well I didn't understand what they wanted me to write، أنا ما كنتش فاهم يعني إيه اللي هم عاوزينه مني إن أنا أكتبه. الأم ردت وقالت it's clear you are unhappy about it، من الواضح إنك أنت غير مبسوط بخصوص الموضوع دوت. Why don't we talk to the teacher، إيه رأيك نتكلم مع المدرس. عندنا بعد كده يا شباب نص reading من the student's book page number 62. داليا gets ready for school، داليا تستعد للمدرسة. She can hear her parents talking to her older brother، هي تقدر تسمع والديها بيتكلموا مع أخوها الأكبر. He's not doing well at school، مش بيشتغل كويس في المدرسة. And they are worried about his exams، هم قلقانين على امتحاناته. She is worried about her brother too، هي برضو قلقانة على أخوها. Before leaving for school، قبل الرحيل للمدرسة، she says goodbye to her brother، بتودع أخوها. He doesn't look happy and this makes her feel even worse، هو لا يبدو فرحان ودوت بيخليها وده بيخليها تحس شعور أسوأ يعني. داليا tries to stop her brother playing video games، داليا بتحاول إن هي تمنع أخوها من لعب ألعاب الفيديو. She tells him that he should study، بتخبره إن هو لازم يذاكر. But he doesn't listen، لكن ما يسمعش الكلام. Then she looks on social media for some advice، ثم إن هي في التواصل الاجتماعي بتبحث عن النصيحة بخصوص هذا الموضوع. But she can't find anything useful، لكن مش لاقي أي حاجة أي مفيدة. Instead her friends just tell her about what they did that day، وبدلا من ذلك فإن أصدقائها بيخبروها عن اللي عملوه في ذلك اليوم. The first lesson at school is science، أول حصة في المدرسة هي حصة العلوم. داليا works hard and does some good work، داليا بتعمل بجد وبتؤدي بعض الأعمال الجيدة. The afternoon lessons don't go well، الدروس اللي بعد الظهر مش ماشية كويس. داليا can't stop thinking about her brother، داليا مش قادرة تمنع نفسها من التفكير في أخوها. How can she encourage him to work harder، إزاي هي تقدر تشجعه إن هو يعمل بشكل أكثر جدية. داليا goes home، داليا تتوجه للبيت. Her brother is playing video games، لكن أخوها طبعا في البيت وبيلعب ألعاب الفيديو. داليا's parents don't know what to do about him، الأب والأم مش عارفين يعملوا إيه بخصوص هذا الولد. She wants to tell her friends about her worries، هي عايزة تخبر أصدقائها عن القلق بتاعها ده. But she finds it difficult to talk about her feelings، لكن هي شايفة إن من الصعب إنها تتكلم وتتحدث عن مشاعرها. So she tells them she had a good day، لذلك هي بتخبرهم إن هي بتقضي يعني أو قضت وقتا طيبا أو يوما طيبا. طبعا هي بتحاول إنها تكذب عشان ما تبينش المشاكل بتاعت أخوها يعني. عندنا كمان نص ريدنج يا شباب من الدرس السادس الورك بوك صفحة 114. طه's friends all live near to their school، جميع أصدقاء طه عايشين وسكنين بمدرستهم. When they have finished their homework، لما بيخلصوا واجبهم. The friends all meet up to play in the park، كل الأصدقاء بيجمعوا مع بعض عشان يلعبوا في البارك. Sometimes they help each other with their school work، أحيانا بيساعدوا بعضهم في الواجبات المنزلية. Two يعني أيضا. طه lives a long way from the school، طه بقى عايش وساكن بعيد قوي عن المدرسة. It takes an hour for him to get home to his small village،
بيستغرق حوالي ساعة عشان يوصل البيت في القرية الصغيرة بتاعته. He doesn't have a father and he is worried because his mother is ill. يعني هو ما عندوش أب، يبدو يعني إن والده متوفي، وإن هو الآن لأن مامته تعبانة. So when he gets home he has to look after his younger brothers and sisters. لذلك لما يوصل البيت هو الواجب عليه إن هو يعتني بإخواته الصغيرين. He doesn't have much time to do his schoolwork. ما عندوش وقت كتير لأنه هو يعمل فيه الواجب بتاعه. His schoolwork. عندنا كمان نص يا شباب من نفس الصفحة 114 من كتاب الورك بوك. Hi friends. ده يبدو يا جماعة أنه هو letter كده عبارة عن جواب. I want to write about Dahlia. أنا عاوز أكتب عن داليا. I will start by saying we must do something. أنا هبدأ بالقول بأن إحنا يجب أن إحنا نعمل حاجة. If we do nothing, لو ما عملناش حاجة, داليا will continue to feel lonely. داليا هتستمر في الإحساس بالوحدة منزعجة. This will not help her. وده طبعا مش هيساعدها. So first of all, لذلك أول حاجة, it would be a good idea to talk to Dahlia. لذلك أول حاجة فكرة حلوة إن إحنا نتكلم مع داليا. She must tell us her feelings. هي لازم تبوح لنا بمشاعرها. Then we will know how best to support her. وبعدها هنعرف إزاي ندعمها بشكل أحسن. Secondly, وثانيا, why don't we talk to her teacher? لماذا لا نتحدث إلى مدرسها؟ I think it will be difficult to talk to her parents. أعتقد من الصعب إن إحنا نتكلم مع والديها. But the teacher can tell them that Dahlia is worried about her brother. لكن المدرس ممكن يخبرهم، يعني يخبر الوالدين بأن داليا قلقانة بخصوص أخوها. I think this might help. أعتقد أن ذلك هيكون مجدي. Finally وأخيرا, I think we should tell her that we are proud to have her as a friend. وأخيرا أعتقد أن احنا يجب أن احنا نخبرها بأن احنا فخورين أنها تكون صديقة لنا. We should help her with her schoolwork. لازم نساعدها في الواجب بتاع المدرسة بتاعها. And also take her out. وبرضو ايه ناخدها برا. So she can relax. عشان يعني تهدى كده وتسترخى. After school بعد المدرسة. This will make her feel better. ده يخليها تحس بشعور افضل. Do you all agree? هل انتوا كلكوا متفقين معايا؟ Email and let me know. ايميل بمعنى ارسلوا لي ايميل يعني. And let me know وعرفوني. Best wishes ريهام. مع خالص تمنيات ريهام. الامرة طبعا ريهام يعني اللي بتبعت الايميل دوت هي ريهام. الدرس السابع من كتاب الطالب عندي صفحة رقم 63. I am worried about my friend. انا الان على صديقتي. She is so unhappy about her appearance. هي مش مبسوطة بخصوص المظهر بتاعها. How can I help her feel more positive about herself? إزاي أنا أقدر أساعدها في إن هي تحس بشيء أكثر إيجابي أو الإيجابية أكثر عن نفسها. People like her and she has won prizes for her art. الناس بيحبوها وهي فاز بجوائز بمناسبة الرسم بتاعها والفن بتاعها. The only negative thing about her is her opinion of herself. الشيء الوحيد السلبي عنها هو رأيها في نفسها. It's really bad for her mental health. ده فعلا سيء قوي بخصوص أو سيء قوي على صحتها العقلية. I am sorry she feels this way. أنا
آسف إن هي، أو أنا آسف أو أنا حزين يعني إن هي بتحس بهذا الشعور بهذه الطريقة يعني. You say that she has won art prizes. أنت بتقول إن هي فازت بجوائز فنية. You could try to tell her that this is a wonderful achievement. أنت تقدر تحاول إنك تقول لها إن هذا إنجاز رائع. I've just moved here and I am the only person in my class who isn't from this country. لسه منتقل إلى هذه المدرسة، لسه منتقل قريب هنا، وأنا الشخص الوحيد في الفصل بتاعي اللي مش من البلد ديت. I am embarrassed to talk to people because I can't speak the language well. أنا محرج لإني أتكلم مع الناس لأن أنا ما أقدرش أتكلم اللغة كويس. I haven't told anybody about this and I want it to be a secret. أنا ما أخبرتش أي حد خالص عن الموضوع ده، وأنا عايز الموضوع ده يكون سر. My parents know I feel a bit lonely but they don't know why. بابا وماما يعني عارفين ان انا حاسس بالوحدة شوية، ولكنهم ما يعرفوش السبب. It can be upset being the only person from another country. يكون الامر مزعج في حالة لما بيكون الشخص من مكان تاني او من منطقة تانية، يعني مش من نفس منطقة المدرسة. But don't worry about your language ability. لكن ما تقلقش على القدرة اللغوية بتاعتك. Try to breathe in and out calmly. حاول انك انت تتنفس الشهيق والزفير كده بهدوء. And then talk to people. وبعدها كده اتكلم مع الناس. Nobody minds when people make mistakes. ما فيش حد يقدر يمانع لما الناس ترتكب أخطاء. عندنا نص آخر يا شباب برضو من كتاب الورك بوك، بيج نمبر 115. علا always worried about being ill. علا دايما كانت قلقانة على المرض بتاعها، أو على يعني كونها مريضة. Then a few months ago she had to go to hospital after she broke her leg. منذ شهور قليلة هي كان لازم إنها تروح المستشفى بعد ما كسرت رجلها. She was able to go home the next day. كان بإمكانها الذهاب للبيت في اليوم التالي. But she wasn't able to walk for many weeks. لكن ما كانتش تقدر إن هي تمشي لأسابيع كثيرة. She could go to school. كانت تقدر تروح المدرسة. But of course she couldn't do any sports until her leg was better. ولكن بالطبع هي ما قدرتش تمارس أي رياضة لغاية ما رجلها اتحسنت. Her mother told her that she didn't have to do any housework either. مامتها قالت لها إنها مش مضطرة يعني تعمل أي واجبات منزلية أيضا. Her leg is better now and yesterday she was able to play tennis with me. رجلها كويسة دلوقتي وامبارح هي كانت تقدر تلعب تنس معايا. That was good. ده كان شيء كويس. But the best thing is that she is not worried. لكن أحسن حاجة إن هي مش قلقانة عن being ill anymore. مش قلقانة عن كونها تعبانة. Because she knows she will get better. عشان هي عارفة إن هي هتتحسن. نخش دلوقتي يا جماعة على الفوكابلري، الكلمات. Listener يعني مستمع. Interrupt verb بمعنى يقاطع الكلام، يقاطع الحديث. Interrupt. Cope with يتعامل مع، تيجي معنى يتغلب على. Serious معناها خطير أو جاد. Meet up with يلتقي أو يتقابل مع. Filter معدل الصور يعني. Clear واضح أو صافي. Understanding يعني تفاهم. Weather يعني الطقس. Explain يشرح ويفسر. Decide يعني يقرر.
clearly معناها بوضوح، ودي ظرف طبعا. mind بتيجي noun وتيجي verb، noun بتيجي بمعنى عقل وverb بمعنى يمانع ويعارض. ability يعني قدرة واستطاعة، digital يعني رقمي، word cloud سحابة الكلمات، poster يعني ملصق، display يعرض أو display يعرض أو يقدم، tip يعني نصيحة، brainstorm يكون بالعصف الذهني، mirror مرآة، diary مفكرة يومية، contact يتواصل أو يتصل به، instead يعني بدلا من. خش على التصفات يا جماعة، تصفات مهمة. give given give بمعنى يعطي، break broke broken break broke broken يعني يكسر، meant يعني ويقصد، meet up يعني يلتقي أو يقابل. عندنا collocations متلازمات لفظية، get ready يعني يستعد، get better يتحسن، لازم نحفظها يا جماعة بالطريقة دي، go well يسير بشكل جيد، do work يقوم بعمل، interrupt someone يقاطع حديث شخص، have an exam عنده امتحان، make a mistake خلي بالك من make مع الكلمات دي، make sure يتأكد، make a mistake يخطئ أو يرتكب خطأ، make questions يكون أسئلة، give an example يقدم مثال، give advice يقدم نصيحة، cope with a problem حروف جر وكلمات، tell me what to do أخبرني ماذا أفعل، talk about يتحدث عن، without interrupting me دون مقاطعتي، it is clear to me that من الواضح بالنسبة لي أن، it's clear to me that، tell about يعني يخبر عن، unhappy about حزين بشأن، in the mirror في المرآة، do more good work يعمل مزيد من العمل الجيد، look so good يبدو جذاب جدا، make coffee for يعد ويجهز ويصنع القهوة ليك، make you feel يجعلك تشعر، have a terrible day يقضي يوما سيئا، go on يستمر، do something else يعمل شيئا آخر يعني يعمل حاجة تانية، agree on يتفق على، first of all أولا أو قبل كل شيء، help with يساعد في. تعالوا يا جماعة ناخد exercise مع بعض كده، the antonym يعني عكس، the antonym of the word older عكس كلمة older، ancient ولا elder ولا younger ولا early، طبعا old عكسها young، إذن older عكسها younger. number 2 ask and question يسأل وسؤال، have not meaning لهم معنى مختلف ولا معنى متشابه ولا نفس المعنى، الإجابة طبعا have the same meaning يعني لهم نفس المعنى. بعد كده we turn the verb listen to a noun by adding not، احنا بنحول الفعل listen لاسم بإضافة ايه، طبعا الإجابة هتبقى listener يعني شخص مستمع، دي طبعا هتبقى ايه الناون او الاسم من كلمة listen. they may be more understanding هما ربما يكونوا اكثر تفهما، the word understanding here is هنا كلمة understanding verb فعل يعني، ولا adjective صفة ولا adverb ظرف ولا noun اسم، طبعا adjective صفة. بكده يا جماعة نكون خلصنا آخر درسين ثلاثة من الوحدة الستة، وبكده انتهى منهج الفصل الدراسي الأول، إلى أن نلتقي بيكم في المراجعات وحل امتحانات، لكم مني تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.